الاعتياد تسهيل ولوج عالم الاعمال لشركات الناشئه dans une thématique hyper complexe et donc pour laquelle on ne trouve pas assez accélérer les processus, les améliorer et mettre de la transparence. لي سبونسور دو لا 3ايم اديسيون دالجيريا اهم الحلول تقيس في المجال البنكي مجال المالي كاين 55 شركه ناشئه في مجال التكنولوجيا الماليه وتكنولوجيا التامينات التكنولوجيا التنظيميه اللي شاركوا معنا في هاد الطبعه من فينتك ستارت اب تشالنج وقاموا بتقديم عروضهم وبرفقه الحكام قمنا باختيار الشركه الرابحه في كل مجال من المجالات الثلاث واللي راح يكون عندها مرافقه من قبل حاضنه الاعمال تاعنا الانكوبيتور وكذلك الشركاء وايضا مرافقه تكنولوجيه من اجل تمكينهم من تطوير وتحسين المشاريع تاعهم. سي اون بلاتفورم ويب اللي يحوس المواقع تاع المحامين والمحضرين والموثقين القضائيين، هو الاول في الجزائر والاول عربيا. يدير ثاني المواعيد عن بعد ويدير ثاني لا كونسلتاسيون جيريديك اون لين، يعني عبر البث مباشر اون توت سيكوريتي.